الأحمر ده عايز يتظبط شوية. ملبس نظارتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل ما تلاقوني على المكان ده ولوحدي اعرفوا ان انا هعمل حاجة او كارثة في النمر. طبعا هو قال لي النهاردة عندي كتب كتاب قعد صاحب عندي. المهم ان انا قررت اعمل فيه حتة مقلب صعب قوي. طبعا انا مش رايحة ولا حاجة، بس انا قلت له لا انا جاية معاك، وانه ببساطة هعمل فيه مقلب المكياج البشع. جبت عدة الشغل معايا، هتشاركوني دلوقتي كل تفصيلة صغيرة وكبيرة ونعمل فيه كارثة. طبعا هطلع بقى لابسة النضارة وشكلي يعني ايه محترم ظاهريا، وبعدين هحاول كده اطلب منه مية او اي حاجة من السوبر ماركت، اكون حطيت باذن الله الكاميرا ويا رب ما يكتشف، وبعدها هقلع له النضارة واشوف رد فعله، وربنا يستر وما اتضربش النهاردة في الفيديو ده. ويلا بينا. انا مش عارفة اختار الوان ايه، يعني ابشع من البشاعة مش عارفة. في الوان كتير صعبة زي الأزرق زي الأخضر، مش عارفة هعمل إيه، بس يلا وإحنا مع بعض نحاول نحط ونزود. شكل الأزرق ده ملفت شوية، ربنا يستر على هعمله في نفسي ده. يا نهار أسود. فاكرين زمان ما كانوا بيحطوا للعرايس ألوان تطفوا عينيهم؟ هنا نزود شوية، يا كده الحاجة بيدخل مع اللون. والله كانوا بيمكيجوا لحد الحاجب. يا نهار كارثة. مش متخيلة شكلي، يا نهار اسود. نزود من البروبرق، ما يهمكيش حطي وزودي. يا نهار اسود، وفي فلتر على السناب شبهي بالظبط. في فلتر على السناب شبهي دلوقتي يا جماعة، والله استغفر الله استغفر الله. ايه القرف ده؟ تتوقعوا هيعجبه؟ طبعا ما ننساش تحت العين عشان الدمج يبقى ايه اخر شياكة، فاهمين؟ الجليتر تحت العين بيحلي قوي. عايزه اقول لكم كارثه، يعني الصوره باينه شيك. تخيلوا بقى لما نكد عليه الست المصريه، ايه ده؟ يعني مش عاجبك شكلي؟ ايه ده؟ يعني مش عاجبك الالوان اللي انا بحطها ولا ايه؟ موضه الراب المتحده، فاهم؟ قسما بالله شكلي مسخره. الخدود لازم تتناسق مع الشكل ده. زودي ما يهمكيش. يعني مش عايزه ابينه فيك قوي برضه عشان يعني ايه يصدق ان دي موضه او حاجه. ده انا جبت اقوى روج عندي في المجموعه. الاحمر ده عايز يتظبط شويه. طب انتوا لو مكانه هتعملوا ايه يا جماعه؟ مش عارفه الدقن هتتناسق برضو لو حمرناه شويه تحميره البراءه. بس كنت بتابع ميك اب ارتست فبتقول حمري دقنك بتدي براءه قوي. حمري قلتك عشان برضو بتدي براءه. انا متخيله رد فعل. نشوف هنعمل ايه، ربنا يستر ان هي رماس نفسها يعني تتقبلي. انت حباني؟ انت حباني كده؟ بص قسما بالله بصتها فيلم. ماسو يا بنتي عامل ايه؟ هي فطسانه من الضحك بتقول ماما هبله. بتعمل لي كده، انت عامله لنا ايه؟ تخيلوا ان هي عملت كده، ما بالك نمر. نمر يسالني وتاكدوا ان انا هتكلم بكل ثقه وكل ادب، هقنعه ان ده موضه، تشوف هيقتنع ولا. يلا بينا. لبست النضاره، اكبر نضاره عندي، وهيستغرب الروج وهيعلق علينا متاكده، بس لسه مش هيبقى خد باله من كل البلاوي التانيه. نزلت يجيب ميه عشان احط الكاميرا، جبت معايا حاجه زياده كده عشان تزود اللوك. هو لسه طبعا، وهقلع له النضاره دلوقتي وهو داخل واشوف رد فعل. بقيت شبه الوز. وهشوف دلوقتي ايه رد فعله، ربنا يستر والله. رايحه مصيف ولا ايه البرنيطه اللي انت لابسها دي؟ ايه رايك؟ جميله ما شاء الله، مش عارف ايه لازمتها. انت هتفضحيني هناك قدام الناس. افضحك بايه بالظبط؟ زي سلامات؟ نيت راح قلبي. ما بتصدق تدخل عربية تنام. بالله عليك شيل البرنيطه اللي شكلها غريبه دي. بالعكس دي موضه قوي، انت هتهرج ولا ايه؟ يخرب بيت دماغك، شكلك بقى مسخره والله. ما اخش يا عيني، ده اتصدم. ايه؟ دي وقعت على وشك ولا ايه؟ لا دي يعني ميك اب. ميك اب ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت مش عاجبك الميك اب بتاعي؟
ميك اب ايه اللي انا حاطاه؟ مش عاجبك؟ انت وقعت بجد؟ وقعت ايه يا نمر؟ ده الترند دلوقتي. ايه ده؟ ايه رايك في اللوك ده؟ لوك ايه؟ هو في حاجه مسخ من كده ولا؟ تتريق على مراتك؟ لا بجد والله. لا يعني انا كنت مستغرب البرنيطه، ما كنت شفت لسه وشك. وحش يا نمر ولا ايه؟ مش فاهماك. اول مره تعترض على شكل الميك اب بتاعي، دايما بيعجبك. هو ده شكل الميك اب بتاعك النهارده؟ عشان فرح وكده. فرح ايه؟ انت هتفرح ناس في وشك. لا بجد والله، لا شكلك وحش قوي يعني. واخدها معاك ومش راضي ازعل ولا قفش، وعامله يعني عادي. بس ايه اللي مش عاجبك في الميك اب بتاعي بالظبط؟ هو مش عاجبك ولا هو انت مغبوطه؟ والله في وشك فيه زرقان. انت اتخانقتي مع حد من الجيران وشك مزرق؟ والله لولا ان دمك خفيف كنت قفشت. مش كله قافش. لا ده مش هتحرك، احنا دخلنا على كمين مش هيعدوكي. انت شكلك ضربه بودره لحد بعميان. ده ايه السواد اللي تحت عينك ده؟ لا ده ازرق. ازرق ايه؟ افتكره ضربك يعني؟ ما مش منطق. لا يا ايه، مش ينفع. هو انا كنت متحايل عليك تيجي معايا كاتب الكتاب، لكن انا كان عايز اروح لوحدي. والله ما طايق، والله العظيم ما اروح. مش قادره والله ما اروح. والله ما تروح. مش هروح. في ايه يا نمر؟ شكلك بشع. هقفش والله. تقفشي ايه؟ ده انت وشك كله قافش. تحس ان حد ماسك دماغك وخبطها في الارض. هو باين يعني صباع الروج ثبت من ايديكي. هجاملك يعني؟ اجاملك والناس كلها تتريق عليكي؟ تتريق ايه؟ بقول لك كله هيقلدني، هتشوف بنفسك. انت بتضحك على ايه؟ والله انا بدات اقفش على فكره. والله العظيم انا رايح في حته، بعدين مش بالله ما اروح. يعني انا راكبه معاك من ساعتها ما اعترضتش غير دلوقتي، مش فاهماك. انا ما اعترضتش عشان لسه شايفك دلوقتي. ده غالب النضاره بالكمامه. انا والله العظيم لو كنت شفت وشك كده ما كنتش ركبتك اصلا. مش بهزر يعني. انا نخش نتغدى، ناكل لنا حاجه كده خفيفه في البيت، ونقعد كده نظبط دنيتنا، ونبقى نبارك لهم في التليفون. نبارك لمين يا نمر؟ مش هروح. ما تهزرش، اتفضل. يلا والله ما هروح. على فكره انا هزعل. ايه اللي هزعلي؟ مش احسن من الناس كلها تزعل مننا؟ ده اول مره تعترض على ستايلي على فكره. والله العظيم انا مش عارف اعترض على ايه. على بقك ولا على خدودك ولا هو ده حاجبك ولا انت مربيه مطلع شعرك على وشك؟ انا مش فاهم يا حبيبي. لا ترند اللون الجديد انه يندمج مع الحاجب، تاخد باللون وتطلع، فاهم؟ العريس لو شافوكي كده مش هيكتبوا الكتاب. انت عارف ان انا لو رحت هكسر الدنيا. بس انت ما بتحبش الدنيا، عارف الناس كلها تخبط في بعضيها من الجري. بتهزقني على فكره وبتتريق عليا. انا بهزقك، فتعالى نتخانق ونخش نقعد في بيتنا احسن. نتخانق انا وانت مع بعضينا احسن ما اروح هناك وحد يبص لك وتريق عليكي واتخانق مع مليون حد، فاهمه؟ انا مستغرباك يا نمر، انت اول مره تتريق عليا وتقولي مش هروح مشوار بسبب. مستغرباني؟ بص المرايه كده، بص كده. مالي يا نمر؟ يعني الروج شكله مش محدد قوي ولا ايه؟ انت وشك كله اصلا مش محدد. يعني ايه اروح مسود الحته دي وعينيا مش خلاص طالما مش هتروح كاتب كتاب، تعالى نروح مطعم. انا جعان. رب الكعبه متعتها، ولا هنزل من العربيه اصلا غير على البيت. في ايه يا نمر يعني للدرجه دي؟ يا وحش وحش قوي والله العظيم، مخوفاني. يعني انا عملت فرح اهو في وشي عشان نفرح. يعني انت تفرحي وتنكدي على الدنيا كلها ليه؟ هقول لك حاجة، اعمل ستوري، قول للناس، اسأل فيها الناس رأيهم في ميك اب ايه. ورب الكعبة ما انا يعني متنهالك. وقت انا رايح كاتب كتاب واحد صاحبي، تمام؟ فقلت اخد مراتي معايا. يا جماعة مش فهموه، استنى، فهموه ان ده ترند، لأنه مش مصدقني. والله العظيم أبدا. أنا البنات فاهمين كويس. والله العظيم إن ده بتهزري. ترند. بتهزري والله؟ ترند ايه ده؟ انا افتكرتك وقعت على وشك. لا لا مش هتعتع. طب بنات لو سمحتم ردوا عليه وقولوا له ان ده الترند حاليا، ان احنا ناخد العين بالحاجب. انت مسقطه وشك كله. لا والله العظيم ما اروح في حته، مش هروح. لا والله العظيم. طب هتشوف رد البنات، لو البنات كلهم قالوا لك ترند هتروح ولا مش هتروح؟ والله لا روحي مع البنات. والله العظيم بصي لازم اروح حته. استنى استنى، عايز اقول لك حاجه. والله طب عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه، انا بعمل فيك مقلب. والله بعمل فيك مقلب. والله العظيم قسما بالله بعمل فيك مقلب. هو وشك اهو اهي، اتفضل. وشك باين عليه قوي اهو. والله تعال تعال، وما تقولش انك فهمت انه مقلب، بطل كذب. ما فهمتش ايه؟ انت وشك خلاني افقد الفهم. لا ايه والله صعب، صعب جدا. بس ايه رايك؟ مميزه. مميزه مين؟ يخرب بيت الميزه اللي بالشكل ده. بس بالله عليك دخل عليك المقلب ولا لا؟ انا رايحه وجايه عمليه فراغ عليكي. عرف ان انت دخل عليكي المقلب. هو ده مش مقلب، هو فين المقلب؟ انت بتخوفيني. تقول لي غير كلمه واحده ميرسي بجد. انا مش عارف ده مقلب ولا بتخضيني، بس تمام ما عنديش مشكله. طب بالله عليك ما كنتش هتاخدني ليه يا نمر؟ يعني مش متشرف بيا ولا ايه؟ والله عمر ما اتشرف بيك المنظر ده.
انا راجع من الشغل مش شايف قدامي ومصدع ومركزتش معايا يعني. بص البنت خلاص والدنيا تمام، قالت لي انزل هات لي ميه ودخلي بكمامه ونضاره، فقلت عادي انت خلاص عادي رايحين فرح وما شاء الله مفيش مشكله يعني. نزلت اجيب ميه ويا ريتني ما نزلت جبت ميه يعني. انا عايز اقول لكم الخطه البتاعه دي عشان اللي معدي يقول لك رايح واللي جاي. جربوا تعملوها في جوازاتكم وشوفوا يعملوا ايه، واللي تتطلق تيجي تعيش عندنا. مش عاجبك السحبه اللي هي مع الحاجه دي؟ سحبه مايكل عارف ليه؟ ميرسي بجد والله على البهدله دي. باي باي. Bye-bye.